بغض النظر على الحدث، النادي الاهلي في الفتره الاخيره بكل بالورقه والقلم بكل المقاييس هو نادي القرن. يمكن احنا هنا، احنا في مصر هنا ما بنحسش بقيمه النادي الاهلي. يعني انا بتكلم واقع، نادي الزمالك ما بيقولوا مش نادي القرن، لا نادي الزمالك نادي القرن. احنا وجهه نظرنا واحنا قناعه، والورقه والقلم بيقولوا كده. طب انا بقول لك اهو، النادي الاهلي هو بطل نادي القرن الحقيقي في مصر. النادي الاهلي لا يضاهيه احد في مصر، وهو نادي القرن الاوحد وعلى بعد مسافه كبيره جدا من الزمالك. ايوه. هذا الواقع، هو ده الحقيقي. الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. القرن ولا اجيب لك قرن غيره؟ اضرب.